السلام عليكم. اواشركم مبروكه باش ما كنتمنوا ان شاء الله تعيدوا تعودوا بالصحه والسلامه. وباش ما كنتمنوا هاد النهار جيت نهضر على واحد المشكله ديال التعليم في الثانوي في الجهه الفلامانيه. يعني الامهات والاباء اللي قراو في المغرب ما غاديش يعرفوا يعاونوا ولادهم يختاروا الشعاب اللي باغيين. بالنسبه لينا حنا اللي قرينا في المغرب كنعرفوا اما علمي اما ادبي في الفتره اللي كنا كنقراو حنا. من الان لا، هنا بزاف الحوايج اللي ما خصنا نعرفوهم. انا كنشرح للناس اللي ما كيعرفوش اللي ما فاهميش مازالين، اما الناس اللي كيعرفوا راهم عارفين شنو كاين. انا براسي ملي طلع ولدي للثانوي ما كنتش فاهمه في هذا البروغرام ديالهم، هو مع المدة ومع داك عاد فهمت. كاين ثلاثة ديال الشعب، كاين الايزو، كاين البيزو، وكاين التيزو كما كتشوفوا في ديك السومه راهم، وكاين النجاح. كاين ثلاثة ديال زاتست، يعني ثلاثة ديال الشواهد، كاين شهادة ا، شهادة ب، شهادة سي. عندهم البروميير اني والدوزيام اني سيكوندير كيتسمى درجة واحد إرتغراد، والتروازيام وكاتريام كتسمى درجة جوج، وسانكام وسيزيام كتسمى درجة ثلاثة يعني الدردغراد. أما ستياماني ما كيديرهاش كلشي، كيديروها غير الناس اللي متابعين الشعبة ديال العمل يعني بيزو. هنا كاينه الشهادة ديال الثانوي كتقبض من السيزياماني، يعني 6 سنوات في الثانوي وانت قابض شهادة الثانوي. اما السيزياماني كيعطيوها للناس اللي متبعين شعبة العمل يعني بيزو. من كيطلع ولدك البروميراني سيكوندير ثانوي والدوزياماني كاين جوج شعب، كاين استروم او بيستروم، سيتو هادشي اللي كاين، ما كتزيدش تختار. كاين جوج شعب اما ا اما بي. من ابتداء من التروازيام اني كاين ايزو، وايزو الناس اللي كيبغيو يخدموا عقلهم اكثر من يديهم، وكيبغيو يمشيو بعيد في القرايه يعني مور سيكوندير، كيبغيو يكملوا، ما عندهمش واحد لوجو واحد اخر الا يكملوا طريقهم في القرايه تيقبطوا ديبلوم كبير. هذه ايزو كتسمى دابا دورستروم. كاين شعبات بيزو، هما الناس اللي باغيين يخدموا يعني يخدموا يديهم اكثر يعني من قرا، يعني كيخدموا كيديروا البراتيك اكثر من التيوري. وهادو يعني كيتبعوا شعبات العمل، ماشي يعني انها ماشي مزيانه، لا بالعكس هي مزيانه، خصوصا ان الا شتي ولدك ولا بنتك ما عندهمش الراس القرايه وديك الشيء، يعني ما تزيدوش تصيروا عليهم وديك شي، خليهم يختاروا اللي بغاو اللي بغاو. ولافونتاج اللي هنا من الايجابيات ديال هادشي هو ان التلميذ يعني شي مره كيكون شي عام كيكون ما عندوش الراس القرايه كيردوا لهاد الشعبه ديال بيزو، ومن بعد كيدير نقاط كبار يقدر يرجع للايزو يقدر يرجع للتيزو، يعني ماشي مشكل، يعني كيخليهم يختاروا ويجربوا اي حاجه باغينها حتى تلقى التلميذ شنو باغي وفاش كيرتاح. وكاينه شعبه تيزو، هاد تيزو ما بين وبين، يعني كيقراو وكيخدموا كيديروا التيوري وكيديروا لا براتيك او ميم طون، يعني في نفس الوقت، يعني كيمشيو بحال دابا كونطابيليتي ليكونومي داكشي ديال الخدمه في البنكة، المهم هادشي كامل ولاسيرونس. حاجه اللي خاصكم تعرفوها هو انه ما كيتحكموش بهاد الشعاب باش يتخرج، يعني يمكن تايزو يقدر يخرج طبيب، ايزو يقدر يخرج كوافير، المهم ما كيتحكموش بهاد الشعاب، يعني يقدر يكون تابع شعبه العمل في الثانوي وفي لافاك يعني في الجامعه، وهذيك يقدر يدير كليه الطب الا كان عنده نقاط كبار وديك شي.
من الطبيعة أنه غيجيه القراية صعيبة، ولكن المهم يقدر يدير أي حاجة من بعد. كما قلت في الأول أن الشهادة ديال الثانوي كتكون الأيزو والتيزو في سيزياماني، يعني ست سنوات كيقبض شهادة ديال الثانوي. أما بيزو شهادة العمل كيخصهم يديروا واحد العام زايد، هو ست يماني باش يقبضوا شهادة ثانوية اللي تقدر تدخلهم للجامعة وتدخلهم البلايس اللي باغين. بالنسبة للنجاح هنا ماشي بحال المغرب ناجح ولا ساقط، لا، هنا ناجح إما بـ A تيست ولا B تيست ولا C تيست. A تيست يعني ما كاين حتى شي مشكل، الولد عنده نقاط مزيانة، ناجح في الشعبة اللي متبع، ما عنده حتى مشكل. B تيست هو أنه يقدر ينجح، يعني هو في التروازيام يقدر يمشي للكاتريام ينجح، ولكن خصو يبدل الشعبة، الشعبة اللي متبع جاتو صعيبة والنقاط ما عندوش مزيانة، خاصو لابد يبدل الشعبة لوحدة أخرى. سي اتيست هو انه خصو يعاود العام، مع الاسف الرسوب ويعاود العام في نفس الشعبه اللي هو غايد متبعها، خصو يعاود العام. هذا كان بروغرام تاع الجهه الفلمانية في دوله بلجيكا، ماشي والوني ماشي بروكسل، هما عندهم بروغرام واحد اخر. هذه الجهه اللي كيهضروا فلمانيا في بلجيكا وفي المدارس العادية، يعني كومينال ماشي كاثوليك، يعني كاينين كاثوليك وكاينين كومينال، هادو المدارس كومينال. وبغيت نعاود الأمبوات نقول لكم على واحد القضية كتوقع بزاف، هو أن في الابتدائي في سان كيرماني كيكون التلميذ ما كيقراش مزيان وما عندوش نقاط مزيان، كيتصلوا بالوالدين كيقولوا لهم ولا انا ولدك راه ما كيقراش مزيان داكشي، غنطلعوه ديريكت للثانوي، ما يقراش سيزيام اني ابتدائي ولكن شعبه العمل. عندك ديروا هذا الغلط، باسكو الا طلعوه ديريكت ما قراش سيزيام اني وطلعوه ديريكت شعبه العمل في الثانوي ومشى قرا، ما كتكونش عنده شهاده ابتدائيه، يعني كيكون قاري ولكن ما عندوش شهاده ابتدائيه، ومن بعد واخا كيدير كيقرا العمل وداكشي، ملي كيبغي يدير لي كونكور ولا يبغي يدخل شي بلاصه ولا يدفع شي بلاصه كيطلبوا بازيس اتيست، يعني الاتيست ديال شهاده ابتدائي ما كتكونش عنده. لهذا خلي ولادكم يقراو دائما سادس ابتدائي لانه مفيد جدا وضروري باش يكون عنده شهادة ابتدائية. نتمنى أن يكون هذا الفيديو وضح بعض المسائل الغامضة. ألف مبروك للتلاميذ اللي نجحوا، التلاميذ اللي نجحوش إن شاء الله يعودوها العام الجاي. خليتكم على خير ومع السلامة.